أعلن حزب الله اللبناني في بيان مقتل أمينه العام حسن نصر الله متعهدا في الوقت ذاته بمواصلة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإسناد غزة وفلسطين والدفاع عن لبنان. وفي وقت سابق أفاد حزب الله أنه قصف مستعمرتي ميتسوفا ومعلوت بخمسين صاروخا ردا على الهجمات الإسرائيلية على عدد من المدن والقرى. هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية تعطيل العمل في المدارس والجامعات بسبب الأوضاع الأمنية.